رسمياً السلطات توافق على التلقيح الاختياري للتلاميذ ضد الجائحة. كشفت مصادر المطلع أن السلطات حسمت في موضوع تلقيح الأطفال ما بين 12 و 17 سنة، إذ تتجه إلى تطعيم هذه الفئة بلقاحين معتمدين هما سينوفارم وفايزر، مشددة على أن اللقاح اختياري بالنسبة للأطفال وليس إجبارياً. وأوضحت المصادر ذاتها أن اجتماعاً عقد أمس جمع وزير الصحة خالد آيت طالب ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني سعيد أمزازي وممثل عن وزارة الداخلية وأعضاء من اللجنة العلمية للتلقيح واللجنة العلمية لتتبع فيروس كورونا، مبرز أنه تم الاتفاق على ضرورة تلقيح الأطفال في أقرب وقت ممكن. وخلص الاجتماع الذي عقد أمس في فعالية لقاحي سينوفارم وفايزر في تطعيم الأطفال، حيث تم الاتفاق على تلقيح التلاميذ من أجل الحفاظ على صحتهم وصحة محيطهم الاجتماعي. وفق مصادر هيسبريس التي تابعت بأنه تم الاتفاق على إعطاء جرعات سينوفارم وفايزر للأطفال بعد التأكد من نجاعتهما. وفي هذا السياق كشف عضو لجنة التلقيح البروفيسور سعيد عفيف أن عملية تلقيح الأطفال ستنطلق قريبا بعد انتهاء أشغال تهيئة المراكز الصحية المخصصة لهذه العملية، مبرزا أن وزارة الداخلية تسارع الزمن لإحداث المراكز الخاصة بالأطفال.